مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كيكة بصينية البيراكس. عنا كوب طحين، نص كوب كاكاو، اكيد نخلت الكاكاو والطحين، 5 بيضات، نص كوب مي، نص كوب زيت نباتي، كوب سكر، ملعتين صغار بيكنج باودر، وبدي استعمل ملعقة صغيرة فانيلا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بنحط البيض، كمان بحط السكر وملعقة صغيرة فانيلا. بخفقن على سرعة عالية. بس خفقتن بهيدا الشكل، هلا منكفي الطريقة. بحط الزيت، المي، بيكنج باودر، خلصنا الخفق. هلأ عندي صينية، فضيهم بالصينية. أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 150 من الأعلى والأسفل. بسم الله. هلأ بحطهم بالفرن. هذا الكيك اللي عملته أنا وياكم، طريقة جدا سهلة وسريعة. لنشوف مع بعض كيف طلع من الداخل. هذا الشكل النهائي. هذا الكيك اللي عملته أنا وياكم بالصينية. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.